ضعنا سنوات الانقسام وراءنا وشرعنا في تكريس المصالحة كخطوة جوهرية للتقدم في وضع المجتمع الدولي وقواه المؤثرة أمام مسؤولياته في إعادة إعمار القطاع وما يتطلبه ذلك من رفع للحصار الظالم. الوفد الحكومي رفيع المستوى ضم بجانب رئيس الوزراء عددا من الوزراء والمسؤولين الفلسطينيين الذين اطلعوا على الدمار الكبير الذي خلفته آلة الحرب الإسرائيلية خلال جولة في أحياء بيت حانون والشجاعية، واعدا بتقديم حلول سريعة تمهيدا لإعادة الإعمار وفتح المعابر تحت إشراف السلطة الوطنية الفلسطينية. الحكومة الجديدة بالدعم العربي والدعم الدولي ممكن أن تحل قضايا، هذا بدأ جهد دولي كبير. هذا الدمار هذا يعني هذا زلزال، فلذلك أنا برأيي بأنه هذا يحتاج حقيقة في مؤتمر القاهرة أن يقف العالم كله أمام مسؤولياته في دعم قطاع غزة، في إعادة إعمار قطاع غزة. وتشكلت حكومة الحمد لله في أعقاب اتفاق قبل 4 أشهر بين فتح وحماس ينهي الانقسام ويؤسس لتوحيد مؤسسات السلطة ويعيد الاعتبار للهيئات التشريعية التي تمثل الشعب الفلسطيني وتصون نضالاته.